كان منور النادي الأهلي كله، كان عميد النادي الأهلي، راجل ما عمرنا ما طلبنا منه أي طلب إلا ما كان بيعمله صراحة، يعني على إنه كان يقول لا ده متكبر ما بيكلمش، لا 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 لا، إحنا أعضاء. كنت دايما اقول كابتن صالح عينيا يا حاج حاضر اللي انت عايزاه يعمله لنا في ساعتها، يعني الحقيقه ما شفناش منه ولا حاجه غلط، ادب واخلاق الله يرحمه، يعني ذكرى جميله بالنسبه له. قول لي اي حاجه كويسه اقول لك ايوه. كان صالح سليم، تواضع، الكلام الجميل، الراي السليم لاي حاجه كذا، يعني انا بالنسبه لي بتكلم يعني يعني الحمد لله الناس كله بيحبني صحيح، بس هو كان صالح ما بيكلمش حد، بس انا لما بقول له يا كابتن صالح عليا يا حاج حاضر. كان في موقف كنت انا لسه صغيره وكان جنبي مكتب اله كاتبه وهو كان جاي يكتب طلب وانا موجوده هناك، قلت له ايه ده انت بتعمل ايه هنا؟ قال لي انت اللي بتعملي ايه هنا اهو. اخدته بالحضن فعلا، يومها كنت مبسوطه جدا لان انا كنت بحبه جدا جدا. مين ما يحبش؟ محدش ما بيحبش بصراحه، انا بموت فيه. سبت لنا حاجات كتيره قوي جميله، يكفي ذكرى. اولا احنا كنا متعودين دايما هنا نقول له المايسترو زي ما اطلق عليه كابتن نجيب السكاوي الله يرحمه، لان صالح سليم قيمه وقامه وعلامه بارزه في النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، وما زال وهيفضل في وجداننا مدى الحياة. يعني أقول له الله يرحمك كنت مثال وعلم لكل شيء جميل في النادي الأهلي، ومثال للتواضع، ومثال في حب الأهلي والتفاني من أجل الأهلي. وأنا شفته طبعا، حضرته، كنت صغير وهو لاعب وهو إداري في مدير كورة في الفريق وهو عضو مجلس إدارة وهو رئيس نادي، فيعني عاصرنا على قدنا كابتن أو المايسترو صالح سليم. وأقول له إيه؟ أقول له الله يرحمك ومبادئك ما زلنا عليها، اللي أنت ورثتها من الكبار وحافظت عليها وورثتها. ده كان من رمز من رموز النادي الأهلي وشخصية قوية ولاعب فذ الله يرحمه. كابتن صالح سليم علامة بارزة، علامة مضيئة في تاريخ الكرة المصرية بشكل عام، وإحنا طبعا كأعضاء في النادي الأهلي ستظل ذكرى كابتن صالح سليم محفورة في أذهاننا، وده شخصية عظيمة من الناحية الرياضية، من الناحية الإدارية، من الناحية الكروية، وإحنا كأعضاء يستحيل ننسى الكابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم الله يرحمه في الملعب كابتن محترم، في إدارة النادي رجل شهم ومحترم، رفع النادي الأهلي كنادي له مقاييس وله أبعاد محترمة، وخلى النادي الأهلي النهاردة على مستوى البلد مصر كلها بتحب النادي الأهلي. طبعا عاصرته وده تاريخ طويل جدا، يعني ما بيتنسيش، دايما في الذاكرة، بحكي لأولادي ابني بيلعب هنا في النادي الأهلي دلوقتي هو يعني بيلعب في أمريكا، بس يعني أنا دايما أحكي له عن قدوة، دايما بيرتبط اسم صالح سليم بالنسبة لينا كأعضاء في النادي الأهلي أو بصفة عامة ناس بتشوف الرياضة وبتتابعها بأنه هو دايما قدوة. سلوك في الملعب وبره الملعب احنا كنا شايفينه بره الملعب من وهو صغير، يعني انا عاصرته ايام ما كانت اوضه اللبس هنا في النادي الاهلي عباره عن اوضه واحده مقسومه نصين، فكان صالح سليم كابتن فريق كوره الفيرست تيم في النادي الاهلي متواضع جدا. Thank you.